السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين دليلة دي زاد. في لا فيديو تاع اليوم رايحه ندير لكم كيكه التفاح الايطاليه ولا اروع، ونشكر المشتركات على الدعم تاعكم واللي دخلوا لاول مره للقناه. مرحبا بكم، مشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله تعجبكم الفيديو ومشاهده ممتعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبات قلبي، راكم في القناة كويزين دليلة دي زاد. في الفيديو تاع اليوم رايحة ندير لكم فطيرة التفاح الإيطالية، وإن شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله. بسم الله، عندي هنا المقادير: رشة ملح، عندي أمبو تاع ياوخت أروماتيزي بلافاني، ولا ما عندكمش لافاني ديروا تاع لافاني، ديروا الياغورت نورمال بلا سكر وزيدوا له شويه لافاني، هذه اختياري. بصح انا درتو خير بهكا بالفانيليا سكري. عندي 5 حبات بيض متوسطات، عندي مغرفه تاع قهوه تاع فانيليا مبشور تاع حبه قارص، عندي كاس سكر حبيبات كاس الى ربع، عندي نص كاس تاع زيت، وباكي تاع لاليفير شيميك 10 غرام زائد 5 غرام، صافي 15 غرام نسحقو، ماشي جوج باكيات. وبهذاك اللي عبرت الياغورت حنعبر به الحليب. وهاد الكيكه بطبيعه الحال عندي كيلو تاع التفاح، هاوليك دوكا وقت التفاح، وعندنا الفرينه باش نطموها، ومن بعد نعطي لكم المقادير. بسم الله، نبدا برشه الملح تاعي، يعني ما نسحقوش الباتر، هذا سهله. بسم الله، نكسر البيض تاعي. بسم الله على بركه الله. هاد الكيكه هايله، ولا الفطيره، ولا كيفاش تقولوا لها نتوما، يعني هايله بنينه بزاف بزاف. ونزيد هذاك السكر، سكر حبيبات، ونزيد هذاك البو تاع الياغورت. شوفوا حبيبه قلبي باش نفهمكم مليح، شوفوا وين لحق لنا هذاك الياغورت، شوفوا حتى لهنا هكذاك حنعبر الحليب. قيس تاع الياغورت ما نديروش زياده حتى الفوق الحليب، وين لحق لنا الياغورت يلحق لنا الحليب. هكذا ونزيد نعبروا الحليب، هايليك وين لحق لي هذاك الياغورت. فوالا كنت تشوفوا فيه، هاوليك دوك نبدا نخلط. دوك نزيد الزيت، ونزيد هذاك البو تاع الحليب. ها هذا البو يوزن 100 غرام، ثم ثاني شوفوا البو يوزن 100 غرام، ماشي بسيف اكتيفيا ولا، المهم ان بو ياغورت يوزن 100 غرام باش يجيكم كيف كيف الميكيا اللي راح نعطي لكم. دوك نزيد هذيك الفانيليا ومبشور تاع حبه قارص. نخلط مليح، دوك نبدا نزيد، بسم الله نبدا نزيد الفرينه تاعي، عندي كاس واحد تاع فرينه. هنا فرغنا كاس واحد تاع فرينه، ونزيد ان باكي ليفير شيميك باكي تاع 10 غرام، ونزيد الاخر غير 5 غرام باكي ونص. فوالا هادي بدات غير باكي ونص تاع لا ليفير شيميك، يعني درنا كاع 15 غرام. دوك نبدا نخلط، ما نفرغوش الفايله على الضربه، توجور نديرو نخدمو غير بالعقل باش قمن طوط تخلط لنا، ما نفرغوهاش على الضربه كتله. هاوليك دوك نزيد كاس تاني، باسكو من قبيله ما صيرتهاش،
من داك نصيرها من قبل ما ندير فيديو كيما اليوم ما صيرتهاش، صافي نصيرها قدامكم ها ليك. دوك نخلط ثاني هاي ليك كيفاش تجي القوام تاع الكيكه تاعنا. هاي ليك يعني شويه خفيفه ماشي ثقيله. وهنا جبت السنيوات تاعي اللي فيها انا نكتبهم من تحت 30 على 24. هاي ليك دهنتها كاع بالمارغرين وزدت حطيت لها بابي كويسون. هاولي كيفاش قطعتو، هاولي كيفاش قطعتو باش كي نحطو هكذا. دهنت قبل كاع السنيوات تاعي بالباسو ولا باليد، بعد نديرو بابي كويسون هذا ونديرو له هكا باش نتجنب ما تلصقليش الكيكه تاعي. دوك حنفرغ غير النص نشوف عيني ميزاني، ولا نتوما ما تعرفوش قسموه على زوج لي بول باش تجيكم يعني الكيكه تاعكم كيف كيف. هاي ليك هي ما تجيناش طالعه باش نفهمكم. نمشيها كاع هكا نزيد شويه فوالا. فوالا هاي ليك درناها حبيبه قلبي رقيقه ماهيش خشينه باش نفهمكم. كيف فرغتها يعني لي بيستور تاعكم تجيكم كيما بسكوي غولي. دوك راني شعلت الفرن تاعي 170 درجه نحطها حتى طيب نولي لعندكم. فوالا هنا عندي 3 حبات تاع التفاح. انا قلت لكم هنا عندي كيلو تاع التفاح كاع كامل بهاد 3 حبات وبهادو اللي راهم في الطبسي عندي كاع كيلو. دوك هادو 3 حبات نقشرهم ونقطعهم مكعبات صغار باش تشوفوا معايا كيفاش نديروهم. ومن بعد هكذا نقشروهم كاع بيان بيان، ومن بعد نقطع هكذا ونحي هذاك العلف تاع الوسط ونقطعهم مكعبات صغار. هاي ليك هكذا هكا نقطعو مكعبات صغار باش يجيونا ساهلين في الطياب كي نحشو بيهم يعني الكيكه تاعنا. هاي ليك هم ليك حبيبات هكا صغار نكمل كاع نقطعهم هكا. هنا بعد ما قطعتو نزيد له هكا رشه تاع السكر ماشي بزاف ميم با مغرفه تاع قهوه، ونزيد ثاني رشه تاع قرفه تفاح توجور تمشي معاه القرفه. هاي ليك هاي ليك هكذا ونخلطهم. ونرجعو دكوتي هكذا. دوكا نجوزو تاني نجوزو التفاح تاعنا هذا، هذا بلا ما نقشرو يعني نقطعو كيما راه هكذا. نحيلو برك هذاك العلف تاع الداخل هكذا وتقطعوه شرائح هايليك. ونقطعوه هكا شرائح هكذا ما ديروش برك خشين باسكو باش يطيب لكم وميم طون تعبر لكم السنيوات تاعكم هكذا. راكم شفتو الرقة تاعو هكذا ونحطو هنا في الطبسين. نزيد له تاني رشة السكر ماشي بزاف ميم با مغرفة تاع القهوة، ونزيد له تاني رشة تاع القرفة. هاي ليك بعد ما طابت لي خلاص حمرتها تاني شي من الفوق باش تجيكم يعني بيان بنينه. شوفوا هاي ليك ماشي تلاصق. دوك حندير لا كونفيتور تاع يعني مربى تاع المشمش هكذا، وحده زوج ثلاثه مغارف تاع العشاء تاع المربى المشمش. دوكا اني طفيت الفرن تاعي من التحت، دوكا حنشعلو غير من الفوق خلاص طابت لي من التحت ما سحقتش يعني تزيد طيب لي من التحت. دوكا نسحقوها طيب لنا من الفوق. علاش درنا بابي هذا كويسون من التحت الورق هذا مشمع باش هكاك ما تحرقلناش، وكي نرفدوها تاني من السنيوه تجينا ساهله
هايلي درت غير ثلاثة مغارف تاع العشاء تاع مربى المشمش. هايلي كنمشي كاع هكا، ومن بعد نجيب هذاك التفاح تاعي اللي كنت درت له رشة تاع السكر، يعني ما يسحقش بزاف السكر، بس وكان هنايا المعجون تاع المشمش درت رشة ورشة تاع القرفة. دوك نبدا نحط هكذا ونمشي هكذا، يعني يكون كاع على السطح تاع هاد الكيكة. نفرقو كاع هكا. دوكا حنكمل لاباط تاعي تاع هاديك التورطة ولا تاع الكيكة، نزيد نفرغها من الفوق. علاش حنشعلو غير من الفوق؟ باسكو ملي تحت طابتلنا هاد الكيكة تاعنا لو كان سحقوها طيبلنا غير من الفوق. هايليك، ونمشي نغطي كاع التفاح تاعي قدر المستطاع. نمشي كاع لي كوتي هايليك، فوالا سي بون. دوك نجيب التفاح تاعي، بسم الله نبدا نستف. هايليك هكذا حتى نكمل كاع السنيوات تاعي. هايليك شويه مايله هذيك نص حبه تاع التفاح، هكذا تجيكم ولا اروع التورته تاعنا. هكذا بعد ما استفنا هذوك حبيبات تاع التفاح، دوك حنزيد هنايا. نتوما تحبوا تزيدوا كاوكاو ايفيلي، انا متوفر عندي هذا اللوز يعني ايفيلي كان محمر، انا توجو هكا نوجدو في البلاره كل خطره واش عندي. نزيد هكا برك شويه بين هذاك التفاح و وين كان هذيك العجينه ماشي مغطيه بالتفاح. هكذا قلت لكم الفور تاعي، دوك نوري لكم كيفاش انايا كيفاش حنحطها في الفور تاعي. ربي وشعلت له من الفوق هذيك شويه، ودلت حتى طفيت الفرن تاعي، وهبط هذاك الكرياج حتى الاخر عاملي هكذا باش يطيب لكم هذاك التفاح، باش تفهموني. فوالا بعد ما طابت لي خليناها تحت برك كيما وريت لكم. هايليك مازالها سخونه. دوك نشد المربى تاعي تاع المشمش، نزيد ندهن كاع هذوك الحبات تاع التفاح، وين كان اللوز ما ندهنهمش. هايليك هايليك نرفدوها بداك البابيي ونحطوها في السنيوة. هايليك هكذا دوك نحي هادو ما نقطعهم بالمقص باش تكون بريزونطابل كي نقدمها. هايليك هي كيكة ولا اروع، دوكا مازالها يعني سخونة حتى تبرد ان شاء الله نقدمها لكم. نقطع هادو لي كوتي باش تجينا كيكة بيان بريزونتي. هنا نجيب هكا ساشي درتو على زوج، يعني باش تكون الخدمة تاعنا مقية هكذا، باش مداك التفاح ما نغطيش بالسكر. وين كاين برك هذاك اللوز ولا كاوكاو هكذا، زيد نتني شوية باش يجيلي شباب. هايليك بعد نزيد تاني نولي لهنا. هايليك هنا باش نكمل تاني هاد المرحلة التانية هكذا. هكذا بالصفاية، وهذا نحيه. شوفوا كيفاه جاتنا ما شاء الله. هكذا نخليوها حبيبة قلبي تبرد ونولي لعندكم نقطعها لكم.
هايليك حبيبة قلبي فطيرة التفاح الإيطالية كملناها بعد ما بردت، دوك نقسمها لكم. بسم الله. هايليك زدنا زيناها هكا برقائق اللوز ولا الكاوكاو هكذا، ونزيد نرفدها هكذا. درنا لها بابي كويسون من التحت باش كي نرفدوها من هذيك السنيوات تاعنا تجينا يعني تلملنا كاع الحبات تاعنا تاع الفطيره. هايليك ولا اروع وخفيفه وسهله في التحضير. واش نقول لكم هايليك، شوفوا ما شاء الله، شوفوا والتفاح تاعنا طايب. شوفوا هاوليك هاكو تشوفوا فيه هاوليك، شوفوا كل شيء طايب ولا اروع. ان شاء الله يعجبكم، اشتركوا في القناة ودعموني حبيبة قلبي باش نزيد نمد لكم اكثر واكثر في فيديو واحد اخر ان شاء الله. بلا ما تنساو تبارطاجيو لي مع الاحباب مع العائلة باش تعم الفائدة. سلام.